بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة معادنا مع الدرس رقم 102 من دورة تبليمي ديديو الإصدار من تحت رعاية موقع وقف أونلاين دوت كوم. إن شاء الله هناخد النهاردة درس مهم وهو التايمر المؤقت. ساعات بنبقى عايزين نعمل كود يتنفذ تلقائي كل وقت معين، أو يتأكد من قيمة كل وقت معين، او يعمل اي شيء كل وقت معين. اعملها ازاي؟ بنستخدم حاجه اسمها التايمر. اول شيء عايزين نعرفه ان التايمر بيحصل في مكانين، في البيج في الحدث اون تايمر، وبرضه في الديالوج اي اكس في الحدث اون تايمر. اتفقنا؟ يحصل في البيج في الحدث اون تايمر اهو، وبيحصل في الديالوج في الحدث اون تايمر. اظن لحد دلوقتي الحمد لله مفيش مشكله. ابتدي التايمر ازاي؟ انت بتبتدي التايمر من اي مكان، اي مكان في الصفحة لو هتعمل مع صفحة، واي مكان في الديالوج، سواء زرار، سواء ضغطت على زرار، سواء هتعمله من تايمر تاني. يعني ممكن تتحكم من تايم في تايمر مؤقت من مؤقت تاني. يعني ظبطت منبه الساعة 6، قلت له لو سمحت ظبط المنبه الساعة 6 ان انت تنبهني الساعة 7. وصلت يا اخوانا؟ يعني قلت له لو سمحت الساعة 6 اظبط المنبه الساعة كام؟ 7. تمام. طيب تعالوا بسرعة نبتدي تايمر. خلي بالك هنا التايمر بيتعامل بالملي ثانية، بيتعامل بالملي ايه ثانية، وكل تايمر له رقم، مش زي قبل كده. كان لغة البرنامج قبل كده ما كانش له رقم، هنا له رقم، كل تايمر له رقم. ده عشان ايه تبتدي. تعال نبتدي تايمر من اي مكان، وليكن مثلا على زرار اهو. هبتدي دايما من اي مكان بقى في الحدث اون كليك. هقول له ابتدي ازاي؟ بقول له بيج، انا موجود في الصفحه دوت ستارت تايمر اهو، ستارت تايمر، وبحدد له 2. تعال ندخل، بحدد له الوقت بيتعامل بالملي ثانيه، يعني كل 1000 ملي ثانيه بيساوي ثانيه، كل 1000 ملي ثانيه بيساوي ثانيه، يعني كده 500 نص ثانيه. خلاص هقول له كل ثانيتين. طيب الاي دي كام؟ رقمه كام؟ ادي له اي رقم اللي انت عايزه، 10، 20، 30، 1، 3، 4. تمام. هقول له 1. خلاص يبقى المؤقت الاول اللي هو رقم 1 ها هيشتغل كل كام؟ 2000 ثانية، 2000 ملي من الثانية، يعني ثانيتين. كل كام؟ ثانيتين. طب هيشتغل امتى المؤقت ده؟ هيشتغل امتى؟ تمام. يعني مثلا وانت مثلا ماشي، المؤقت ده اشتغل اول ما اضغط على ايه، على الزرار. لاحظ مثلا لما بتشوفه مثلا في اي شيء، واحد مثلا بيعمل تجربه مثلا ما، او بيعمل اي شيء مثلا بيفجر شيء معين، او اللي بيظهروا مثلا في الحاجات وبيفجروا مثلا كوبري مثلا عشان يهدوه يبنوا كوبري تاني، او بيت عشان يبنوا بيت تاني. تمام. بيضغط مثلا حاجه، وبعد 20 ثانيه مثلا او بعد دقيقتين بحيث يكون هم ابتعدوا، يبدا ينفجر الايه، الشيء اللي هم عايزين يفجروه. تمام. يبقى نفس الفكرة هنا، انت بعد هتضغط على الزرار يستنى ثانيتين والفعل يحصل، تستنى ثانيتين والفعل ايه يحصل. طيب جميل. هاجي هنا هقول له اوكي، انا كده لحد دلوقتي شغلت التايمر. في مشكلة؟ لا مفيش مشكلة، بس استنى، هو انت لسه عملت شيء في التايمر؟ لا ما عملتش شيء. ليه؟ انت بدأته، بس لازم تيجي في انت حطيته في الديالوج ولا في الصفحة؟ في الديالوج. خلي بالك ما تجيش هنا في الصفحة وتيجي تقول له ديالوج، يعني ما تجيش هنا في الصفحة، انت موجود دلوقتي ايه في الصفحة، ما تجيش بقى في التايمر هنا تقول له لا والله ديالوج اي اكس دوت ستارت تايمر. غلط، ما ينفعش، لازم تكون موجود في الايه، في الديالوج. وفي نفس الوقت ما تجيش في الديالوج في اي اكشن، وليكن مثلا في برلود الديالوج، وتقول له مثلا بيج دوت ستارت تايمر. هو انت بيج؟ لا انا في ديالوج. يبقى خلاص، يبقى البيج تستخدم البيج، ودي تستخدم الايه، الدي. يعني هنا اهو ده خاص بالايه، بالبيج فقط اهو. تمام. ده خاص بالايه، بالبيج فقط. اتفقنا يا اخوانا؟ اهو، وده خاص بالديالوج فقط. تمام اهو. بس
عشان برضه ايه ما تتلخبطش. طيب تعالى نرجع لموضوعنا. انا كده بدأت التايمر، هاجي بقى في الحدث اون تايمر، يعني اول ما ظبطت التايمر اشتغل. لاحظ هنا بياخد متغير اسمه اي اي دي، وهو رقم التايمر. اي اي دي هو رقم التايمر. لاحظ بقول له ايه، اف لو الاي اي دي المتغير بتاع التايمر بيساوي يساوي واحد، يعني رقم التايمر اللي حصل بقى عندي بيساوي واحد، اللي هو ايه اللي انا ظبطته في البوتون كل ثانيتين. زن هطلع رسالة مثلا واقول له ديالوج دوت مسج. تايمر واحد، وصلت اخوانا؟ يبقى تايمر ايه واحد. لاحظ كل سنة هنا عملت ايه في الحدث ده، في الايه في الاون كليك اهو، قلت له لو سمحت اول ما اضغط عليك ابدأ لي تايمر في الصفحة اللي انا فيها. ايه عنوانها كام، الوقت بتاعها 2000 ثانية، اسف 2000 ملي ثانية، يعني ثانيتين، والتايمر بتاعها واحد، التايمر الاي دي بتاعها واحد، رقمها واحد. طيب وقلت له في الحدث اون تايمر في الصفحة اللي انا فيها، لازم في الصفحة اللي انا فيها، ما تروحش لصفحة تانية ما ينفعش. هتقول له ايه اي دي بيساوي واحد، لو رقم التايمر اشتغل بيساوي واحد اللي انا حاطه لك هناك، اعمل الاكشن ده. تمام تعال نجرب. كده التايمر ايه بدأ. طيب واحد اتنين تلاتة، ويفضل شغال معاك تلقائي الى ما لا نهاية، الا اذا انت وقفته، الا اذا انت ايه وقفت. لاحظ مش هيروح خلاص. طيب تعالى بقى نوقف التايمر. انا كده ايه اهو شغلت التايمر اهو، تعالى نوقفه، نجيب زرار تاني او ناخد ده كوبي بيست اهو هنا، مش هستخدم ده بقى. لاحظ ده الايه اللي انا عملته، اللي انا كنت بديت التايمر بيه، هقول له بيج برضو، لو بالبيج هيبقى برضو ايه بيج دوت ستوب تايمر، بياخد مني برامتر واحد وهو الاي دي رقم كام. طيب يبقى انت هنا هتبتدي وقته قد ايه ورقمه كام، رقمه كام ليه عشان اتعامل معاه في الحدث هنا. قول لو سمحت لما تلاقي الرقم كذا اعمل كذا، لما تلاقي الرقم كذا اعمل كذا. ليه؟ عشان يميز التايمر الاول من التايمر التاني من التايمر التالت من التايمر رقم نون. اتفقنا؟ طيب هل ممكن اوقف؟ يبقى ده بداية التايمر وده نهايته. تعالى كده انا هبتدي التايمر، هتظهر الرسالة. خلاص خلصت اللي انا عايزه، بس خلاص وقف الايه التايمر وانتهى. اتفقنا؟ طيب هل ممكن واحد يقول لي ممكن اوقف التايمر من التايمر؟ يعني ايه اقول له مثلا ايه كده خلاص اهو، هقول له مثلا انا هشغله، شغلته تمام، واجي في الحدث هنا اقول له لو سمحت اقف، يعني ينفذ لي مره واحده ويقف، ينفذ لي مره واحده وايه ويقف. اقول له ايه اهو بيج دوت ستوب تايمر وقف لك كام واحد، يعني ايه كأن بالظبط ظبطت المنبه الساعه 6 تمام. قلت له لو سمحت هعمل ايه الساعه 6 بقى، اهو وقف المنبه اللي هو ضرب الساعه 6، يعني وقف نفسك. ينفع؟ اه ينفع. تعال نجرب. يبقى الاكشن ده هيتم كام مره؟ مره واحده. هيتم كام مره؟ مره واحده. تعالى بقى اقول لكم ملحوظه صغيره كده دلوقتي بس اما نجرب. جرب هتقول ايه ملحوظه. الله لاحظ مرة واحدة وخلاص وقف نفسه خلاص. طيب واحد يقول لي طيب ممكن ابتدي تايمر ووقفه قبل ما يطلع رسالة، يعني لو طلعت ده كده المفروض ايه اللي يحصل؟ المفروض ايه اللي يحصل يا اخوانا؟ خليك من الحتة دي، انت وقفته، خلي بالك من الحتة دي، التايمر عمره ما بيقف الا اذا لكل اللي فيه تم. بمعنى مش انت وقفته هنا اه الرساله هتظهر برضه، ليه؟ طب ما انا وقفته، قال لك اصل انت ما خرجتش منه، انت اه وقفته يعني مش هيشتغل تاني مره، بس هيكمل. انت وقفته يعني مش هيشتغل تاني مره، هو اشتغل معاك مره صح،
مش هشتغل تاني مرة، بس هيكمل يعني مثلا نروح السطر التاني، السطر التالت، السطر الرابع، السطر الخامس، وهكذا، الا ما كانش في ايه سكيب سيكونس اللي احنا ايه خدناه، او للاسف السكيب ستيتمنت. تمام، زي ايه؟ اف لو كذا تروح للسطر المية مثلا، خلاص يعني انت كده هتوقفه عن التشغيل المرة الجاية مش المرة دي. خلي بالك انت كده بتوقفه عن التشغيل المرة الجاية مش المرة دي. تعال نجرب اهو اهو. جات لك رسالة مرة واحدة وخلاص، وقف. جات لك رسالة وايه؟ وقف. تمام، مش معنى اللي هو في الاول اللي هو يخرج من الايه، من التايمر ده اول شيء. طيب يبقى كده فضل عرفنا ناخد التايمر، امر التايمر امر سهل، مفيش اي صعوبة خالص. في اي مكان تبتدي التايمر، خلي بالك انا هنا في التايمر الاول هبتدي تايمر تاني. ايه ده؟ اه مش انا قلت له وقف التايمر الاول وطلع رسالة بالتايمر الاول؟ هقول له لو سمحت بيج ستارت تايمر، يعني بظبط المنبه الساعة 6، وبقول له اظبط منبه الساعة 7 اهو. ستارت تايمر مدته كام؟ ثانيتين برضو. ها الاي دي بتاعه 2، يبقى في التايمر الاول انا بدأت التايمر الايه التاني. التايمر الاول انا بدأت التايمر الايه التاني اهو. واجي هنا اقول له لو اف اي اي دي، خلي بالك الاي والدي لكلمة اي دي كابيتال بيساوي 2، لو الاي دي بتاعك بقى يساوي 2 زين اهو طلع رسالة خلاص. قول له ايه؟ تايمر 2. تمام، تعال نجرب. طبعا هو هيشغل التايمر التاني، وقف نفسه برضه اللي هو الاول، الاول هوقف نفسه التايمر الأول، التايمر التاني، التايمر التاني يفضل ايه شغال معاك إلى ما لا نهاية. خلاص تمام، وبكده بفضل الله خدنا تايمر، عرفنا نبدأه بيه. طبعا انت ممكن تبدأه بقى من اون شو للصفحة، واون بريلود للصفحة، واون شو للديالوج اكس، او اي حدث مهما كان، في اي حدث تمام قابل للأمر ده. تمام اهو انبرلود وانشو، ما ينفعش اون كلوز، هو اصلا ممكن في الاون كلوز الصفحه، بس هو اصلا انت اصلا انت هتخرج من الصفحه تبتديها ازاي؟ ما ينفعش. تمام، يعني في احداث تنفع وفي احداث ايه ما تنفعش. اتفقنا يا اخوانا؟ ان شاء الله هنبقى ناخد عليها مثال. اخر شيء، واحد لو احنا محتاجين نخلي التايمر ده يشتغل لمده معينه لعدد معين فقط، مثلا وليكن 4 مرات بس ويوقف نفسه، 4 مرات ويوقف نفسه، هعمل ايه؟ طريقه سهله خلاص، هعرف في الحدث اهو، خلي بالك اللي اهو تحته بعد ما يبتدي اعرف متغير وليكن مثلا اسمه ان. تمام، بس ما اكونش متاخد قبل كده، هقول ايه ان بيساوي مثلا 1 خلاص، بس خلاص انت فاهمني اهو، هقول له اوكي. هاجي بقى في الاون ايه، في الاون تايمر، هاجي في الاون ايه، في الاون تايمر هقول له ايه، انا هشتغل على 1 بس، بس خلاص اهو. هاجي في الاون تايمر مش هوقفه دلوقتي، هقول له هتاكد الاول، هقول له اف لو الان اقل من او بيساوي الخمسه، هشغله 5 مرات زين، لو اقل من او بيساوي الخمسه هعمل ايه اهو، طلع الرساله بقى هوم، طلع الايه الرساله. طيب لسه في ايلس، لو هو اقل من او بيساوي خمسه نفذ الاكشن بقى بتاعي اللي هو يطلع الرساله. طيب ما هو هيفضل طول عمره 1، اقول لك اه هنقول له الان بيساوي الان زائد 1، بتعمل حاجه اسمها كاونتر عداد، كل ما الاكشن يتم يزيد 1، يبقى هو اول مره 1 اللي انا عرفته هناك في اللي هي، مش انا عرفته ان بيساوي 1 تمام، هنا اقول له الان بيساوي زائد 1 يبقى كام؟ 2، ينفذ الاكشن كمان مره 3، ينفذ الاكشن 4، ينفذ كمان اكشن 5 خلاص. وبعد ما 5 اوقف التايمر بقى، اوقف الايه ها التايمر. تمام اهو بيج دوت ستوب تايمر. طبعا انت ممكن في الايدز تعمل حاجات كتير، تعمل كذا وكذا وكذا، توقف تايمر، ممكن تبتدي تايمر تاني وتوقف ده وهكذا. ستوب تايمر الاي دي بتاعه 1، تعالى اتكلم ونشوف ملاحظة صغيرة.
يبقى خلي بالك انا عملت ايه، عرفت متغير هناك هنا. تمام، في زن ناقصة، زن هنا انت، هنا انت. دي انا عملت ايه هنا؟ هنا قلت له لو سمحت هتشغل التايمر وعرف لي متغير اسمه ان بيساوي واحد. تمام، وجيت هنا في التايمر قلت له لو التايمر بيساوي واحد اللي انا شغلته، روح شوف لي الان اقل من او بيساوي الخمسة. لو اقل من او بتساوي الخمسة تمام، اظهر افعل لي الاكشن ده الكود وزود لي الان بمقدار واحد، بقت اتنين تلاتة اربعة خمسة. طب الشرط ده ما اتحققش، ينزل الالس يوقف التايمر يوقف نفسه. تمام اهو. واحد اتنين تلاتة أربعة، عايز بقى خمسة. تمام، والإيه وقف. وصل يا إخوانا، يبقى كده بفضل الله عرفنا إزاي أعمل تايمر لمدة معينة اللي إيه أظبط متغير خارجي بيسموه كاونتر. بيسموه إيه؟ كاونتر، عداد، كل مرة يزيد ولما يوصل لحد عدد معين يقف. يبقى هنا خلي بالك برضو ايه، تشغيل المؤقت لعدد مرات معين. تمام، يبقى كده اخواننا بفضل الله خدنا التايمر. ان شاء الله ناخد عليه مثال الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.